حياكم الله مجددا في يا هلا. القراءات القانونية اللي نقدمها على هذه الطاولة باستمرار فيما يخص الثقافة القانونية تتعدد مجالاتها وأحوالها. اليوم سنجري حوارا قانونيا حول فكرة الإساءة، إما للمناطق أو للقبائل أو نشر التعصب بمختلف أشكاله وألوانه. ليش راح نقدم هذه القراءة القانونية اليوم؟ لأن هذه الثقافة من المهم أن تصل للناس، وإذا كانت وصلت جدا كما نشاهد، لأنه صراحة حسابات النيابة العامة، الحسابات القانونية، كل الأماكن المختصة بتصدير الثقافة القانونية جالسين يعملوا عمل إعلامي كبير جدا وتوعوي وتثقيفي من أجل إيصال الرسالة، لكن تعزيز وصول هذه الرسالة من الأشياء المهمة جدا. لمن لم تصلهم الرسالة إلى الآن يجب أن تصل نظاما وقانونا. ماذا يقول القانون السعودي في حق كل من يسيء إلى منطقة، إلى قبيلة، إلى أسرة، إلى شخص، إلى مذهب، في حق كل من يتعمد نشر التعصب بكافة أشكاله أيا كان شكل هذا التعصب؟ قراءة مهمة مع ضيفي الكريم هنا في الاستوديو، المحامي المعروف ماجد قاروب. أبو عبد الرحمن مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور. أهلا وسهلا. خلينا نأخذها كمدخل تثقيفي أولي، قانونا ونظاما، ماذا يقول القانون السعودي في هذا الجانب؟ لا، أنا حروح معك لنقطة أبعد. تفضل. إحنا مجتمع متدين محافظ، تحكمنا الشريعة الإسلامية قبل القانون. فالسب، القصف، الشتم، تنابذ بالألقاب، تناحر، الذم، الشتيمة، النميمة، هذه كلها محرمات شرعية. فيعني إذا بعصوم وبصلي وبتوضى كل يوم 5 مرات وبعيش حياتي الشرعية الدينية وأنا مراقب أمام الله سبحانه وتعالى، مفروض أن هذه الأمور لا توجد في مجتمعنا المتدين المسلم المحافظ. ناهيك عاد وصلونا إلى مرحلة ما لا ينزع بالقرآن ينزع بالسلطان. نيجي للقانون. القانون حقيقة قوي جدا، حازم جدا، وصدر فيه تعديل مؤخر على المادة الثالثة، أتاح للأحكام القضائية الخاصة بقضايا الجرائم المعلوماتية أن يتضمن الحكم الإعلان والتشهير بالمخالف إذا وفق سلطة تقديرية للمحكمة اللي تحكم في هذا القرار. هذا أضيف مؤخرا. نعم. جميل. وبالتالي اليوم إحنا لازم نعرف أنه حقيقة، وأنا أثني على تفضلت فيه في البداية، أنه الأجهزة الحقوقية والعدلية في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها النيابة العامة والداخلية ووزارة العدل حقيقة بتعمل جهود غير مسبوقة على مستوى العالم لنشر الثقافة الحقوقية، والبوستات والإعلانات والأساليب الحديثة والتفاعل العصري مع لغة العصر في وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الفضائي والحياة السحابية أكثر من رائع. يعني حقيقة حتى تحس أنه اللي عندهم بيعملوا هذا فنانين، يعني هواة أو محترفين على حس عالي بما يجب أن يصل للمجتمع. لكن بكل أسف في غشاوة، في ضبابية، الناس تعتقد أن الشتيمة أو التجاوز أو التطاول متاح ومباح في الفضاء، بينما هي إذا نظرنا إليها من ناحية قانونية في الأحوال العادية ما تقدر تثبت أنه شتمني وقال ولازم شهود واثنين زوكيين وتحلف يمين، إنما هنا مثبتة ما هي محتاجة ولا حاجة، مسجلة باللحظة والثانية والدقيقة، التغريدة إثبات، رسالة الواتساب إثبات، الصوت كله إثبات، كله مثبت. يعني ما عاد صرت أتعب في إثبات ارتكاب المخالفة، أقول فلان في اللحظة الفلانية غرد، امسح، حتى لما يلحق يمسحها ما عاد تنفع المسحة لأنها صدرت ومسجلة ومثبتة. فلما ترسل الشتيمة، ترسل التغريدة، تتداخل، كله مسجل وكله مرصود وكله، حتى المداخلات اللي دحين يسموها الشاتس هذه كله مسجل، ما في شيء ضايع. فهي مسألة وقت على ما أنه يثبتوها، ولما يكون في 50 واحد مشارك في نفس اللحظة في العملية. أنا هنا حقيقة كمان عندي نقطة للمشاركين في البرامج هذه، مش لمن أساء، لأنه واجب الإبلاغ أصبح من مسؤوليتهم. فإذا أنت جالس
في غرفة فضائية قاعدين تتكلموا وأحد تطاول على الثاني، من واجبك أنك تبلغ، وإلا أصبحت شريك متستر على الجريمة. لا، وقفني عند شريك متستر. أيوة، هنا الكلام الصح. شريك بمعنى أنه تطالك عقوبة لو ما بلغت. نعم، هذا قانونيا. هنا كيف؟ أي واحد شاهد جريمة، شاهد جريمة أيوة، لم يبلغ عن الجريمة، إيش يعتبر عليها؟ أليس متسترا على الجريمة؟ يعني اليوم يحاول إخفاء الجريمة؟ يعني اليوم إذا عندي تغريدة، التغريدة هذه في المشاهدات شافوها 2 مليون وما بلغوا الاثنين مليون كلهم شركاء في الجريمة؟ نعم. وتطالهم عقوبة؟ نعم. اللي هي إيش؟ كل العقوبات الموجودة في النظام على حسب درجة المخالفة. وأنا كشخص، يعني أنت غردت ضدي وفي الاثنين مليون تكلمت عنهم، طيب أنا أستطيع أن أختار أي واحد من الاثنين مليون دول وأقدم فيه شكوى لأنه على علم بهذه العملية. أنا المساء ضدي. أي نعم. ممكن أشكي الاثنين مليون؟ أي نعم. معقولة هذه موجودة؟ أيوة، لازم تفهم محتوى القانون دحين. هذا شاهد، لأنه أنت لازم تطبق مبادئ القانون وتستوعبها. أي أنا أديتك هي بوصف طبيعي جدا، شفت واحد بيضرب واحد في الشارع أو واحد صدم واحد في الشارع، صرت على علم بهذه الجريمة وهذاك شرد، ولكن كل المعطيات عندك أنك عرفت الشخص، تعرفت على الشخص، عندك رقم سيارته، شفت وقفت تفرجت على العملية هذه كلها. إن لم تمارس دورك في الإبلاغ، طبعا في ناس ما شاء الله الاثنين مليون تلاقي دول 99% منهم عمل ريتويت، فضغطة الزرار الريتويت تخليك مرتكب الجرم وليس مشارك في الجرم. شوف، أنا يعني مبدئيا فكرة الإبلاغ هذه ثقافة ممتازة، مفروض أنها تكون عند الجميع، لكن سؤالي هنا حول فكرة يعني تشابه الأماكن، يعني اللي اليوم على أرض الواقع ينطبق أيضا على مواقع التواصل. أي نعم نعم، ولذلك تجد في كثير من الأنظمة في نصوص واضحة صريحة تقول كل من أطلع، شاهد، حرض، ساعد، أخفى، تستر يعاقب تقريبا بنفس العقوبة حقت مرتكب الجريمة الأصلي. طيب أنا اليوم كيف أعرف أنه، بل على العكس، أنا في الحوارات الفضائية أو الإعلامية أنا شخصيا أعتبر إن لم يتصدى كل من هم في الغرفة الحوارية للإساءة يعتبروا مساعدين أو محرضين له للاستمرار، لأنك يجب أن تنسحب فورا من هذا المكان، أصبح مسرح جريمة، أصبح مسرح جريمة. فإما أنك تكون شاهد وتبلغ، وإما أنك تنسحب وتبرئ نفسك من المكان. أما نفضل مستمرين ولا حول، والله إحنا جزاك الله خير، بالله تكفى، كان قلت السطحية في التعامل مع المسائل حقيقة هي للمرطان. طيب أبو عبد الرحمن، مين اللي يوقع العقوبة على المشاهدين أو المشاركين اللي ما بلغوا؟ متى تقع عليهم العقوبة؟ صاحب، هو في شخص، في شيء اسمه صفة ومصلحة في القضية. أيوة. أنا الرجال اللي تم الاعتداء علي، تمام، أنا حبلغ ضدك. وكل من شاهد وساهم في هذه العملية، لأنه في مساهمة سلبية، تعرف اللي أنا أقول لك، اللي جلس قاعد يسمع وما سوى ولا حاجة، جالس يسمع الشتائم والقصف والسب والشتم، هذا ليه جالس وما سجلت تحفظك وامتناعك عن الاستمرار في هذا الحوار وهذه غرفة الدردشة اللي سموها؟ المسألة حقيقة فيها، أنا عارف أنك أنت مذهول الآن شوي من الكلام هذا، لكن حقيقة ومعظم المجتمع، لكن حقيقة التجريم هذا مسألة خطيرة جدا، وإنك تكون مرتكب جريمة عن جهل أو عن غير قصد، وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، مسألة خطيرة جدا وحساسة جدا. أنا ماني مذهول من فكرة أنه الشخص يسيء ويعاقب، بالعكس هذه الأشياء مهمة جدا. نعم. وبحزم، وأنت قبل شوي وصفت النظام بأنه قوي جدا وحازم جدا. نعم. لكن أنا مذهول من المعلومة القانونية أنه كل الناس الموجودين أو اللي يشوفون أو اللي يطلعون على تغريدة على سناب على تيك توك على إيش مكان، أنه هم يعاقبون لأنهم شركاء في الجريمة إذا ما بلغوا. يمكن هذه المعلومة لغير المختصين ما هي معروفة، وأول مرة نعرفها منك ونحتاج إلى توضيح فيها. كيف تصير عندك مشاهدة؟ كيف تصير عندك مشاهدة على تغريدة؟ لما المتابعين يشاهدون. طيب، وبعد كده إيش بتسيبها على هذا، ولا بتمسحها، ولا بتحفظها، ولا إيش بتسوي؟ أنت تتكلم على أي تغريدة؟ تغريدة عادية ولا مسيئة؟ أي تغريدة. لا، بتتركها موجودة. موجودة. جاتك تغريدة مسيئة، إيش تسوي؟ جاتك أنت، وصلتك. أيوه.
انا اتابعك وانت طلعت تغريده مسيئه. ايوه. ايش المفروض يكون واجبي انا كمتلقي او متابع لك وشفت هذه التغريده المسيئه لك؟ لانك انت تتفاخر بما ترتكب من اخطاء في حق المجتمع، انك رجل مشهور واقوى من القانون واقوى من ان تتابع وعندك 10 مليون فولور، يعني اسف التعبير تتفاخر بهم. انا ما بقول تتبجح بهم، انك انت رجال ذو نفوذ في الوسط الاجتماعي وانك تقول ما حد يردك. انا علي واجب اخلاقي اني ابلغ المتابع لك، اما اني ابلغ انه هذه تغريده مسيئه، اما ان اسحب انتمائي لك لأنك رجل لا تستحق أني أنا أكون متابع لك، أنا شريكك. كل من الناحية الأخلاقية، سيبني من الناحية القانونية، من الناحية الأخلاقية والأدبية، كل من يتابع واحد من أي مكان، ما أبغى أقول مشاهير أو المسوقين أو، وهو يخرج عن الأداب ويخرج عن الثقافة ويخرج عن الدين ويخرج، أنا مساهم معاه. هو أصلا بيروح يقبض 1,200,000 وبيجيله شغل وأعمال وبيخرج يتكلم، علشان ليه؟ علشان أنا متابعك. طيب أنا أتفق، أنا أتفق أبو عبد الرحمن في موضوع الناحية الأخلاقية والمبدأ والقيم، أتفق، وهذه تقريبا لا أحد يختلف فيها. لكن من الناحية القانونية، إيش العقوبة اللي ممكن تكون على شخص شاف تغريدة أو شاف سنابة أو تيك توك وما بلغ؟ ما هو اللي أساء، هو اللي شاف وما بلغ. أنا حقيقة أنا لو في موقع أيوة من أسيء إلي وأشوف شخص أساء إلي إلكترونيا وأشوف المتابعين حقونه، أنا من حقي وسأتابع كل المشاهدين هذولا الذين لم يبلغوا عنه، لأنه ممكن تكون التغريدة جاءت في وقت أنا ما شفت تغريدته. هو ممكن تغرد عن فلان، ما أنت ممكن تغرد عن فلان وأنا ماني متابعك، فالآخرين شافوا جريمتك ضدي وأنا مش من متابعينك، فالمفروض هم عليهم واجب الإبلاغ أو الإنذار أو التحذير، أو أنه يا عمي ترى غلط في حق الراجل اسحب تغريدتك أو اعتذر منه. لو ما بلغوا إيش يطالهم دحين؟ ما هو إلى أن أنا أعلم أيوة بوجود هذه الإساءة ضدي، أنا من حقي أني أنا أقاضي، ومن حقي شخصيا أنا أعتبر نفسي أنا مسؤول عن كلامي لشخصي بنفسي ماجد أيوة، أني أقاضي كل من شاهد وأختار منهم اللي أبغاه. وإذا رحت قدمت عليهم قضية تقبل ويعاقبون؟ نعم، في قراءتي للقانون نعم. حدثت؟ لسه الحمد لله ما حد تجاوز على محامي، لكن إن شاء الله أقول لا. لكن أنت ما تعرف إيش موجود في خبايا النيابة والشرطة والتحقيق من بلاغات تخص قضايا الجرائم المعلوماتية. طيب أنت قبل شوي قلت جملة، قلت وفقا لقراءتي للقانون، هذا يعني أنه هذه قراءتك القانونية اللي سيأتي رجل قانوني آخر أو شخص قانوني إجمالا رجل أمرأة ويختلف معك فيها ولا لا؟ هي نص قانوني موجود وصريح 70% منهم حيعارض رأيي. معناته رأيك هذا عبارة عن قراءة شخصية لك وليس القانون. المسألة ديبيت، أنا منطلقي في القراءة. في ناس إيش تسوي؟ تمسك القانون، أنا على فكرة جايبه اليوم معايا للقراءة، تمسك القانون وتدور على الكلمة ما فيش شماخ أحمر يصير ما في جريمة. أنا دائما قراءة للقانون أني أبدأ من الصفحة الأولى، أبدأ بالمادة الخاصة بالأهداف والغايات اللي يحميها هذا القانون، وبالتالي قراءتي للنصوص والسطور وما بينها للوصول إلى هذه الغايات والأهداف. ومن هنا يجي دائما منطلقي في تفسير ما هو مجرم ومحلل ومحرم. فأنا اليوم لما يجي القانون، اسمح لي للقراءة لأنها مهمة للمشاهد الكريم، أنه يهدف النظام إلى الحد، يعني إحنا عارفين أنه الجريمة ستقع، لكن إحنا بنحاول نحد، تمام؟ فهذه هي قراءة. وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة كل منها وبما يؤدي إلى ما يأتي. إذن هذا اللي احنا نسعى إليه: المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، 2 حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، 3 حماية المصلحة العامة والأخلاق والأداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. أنا حقيقة البند الثالث هذا اللي هو اسمه حماية المصلحة العامة والأخلاق والأداب العامة أنا أدخل في كل شيء.
فلما تيجي تقول لي أصله قال الموية الكاسة هنا ما جات هنا، يعني لا، أنا أعتبرها إخلال بالأخلاق العامة والآداب العامة، لأنه ما المفروض تكون الكاسة بهذا الشكل لأنها فيها إساءة. فتمرير أي إساءة والسماح والموافقة بتمريرها داخل المجتمع دون عقابة المصدر والمتلقي، أنا أعتبر المتلقي هنا متستر على الجريمة إن لم يأخذ إجراء ولو أدبي بسيط أنه يسحب نفسه من هذا المتابعة. إذا كنت واثق في هذه القراءة ومن صحتها، ليش تعتقد أنه 70% سيختلفون معك؟ في الزملاء المحامين دائما نظرة المحامين للقراءة. أنا لما هنا أتكلم ما أتكلم كمحامي صاحب مصلحة، أتكلم كمحامي يتحدث وفق أهداف عامة للدولة والنظام. ما هي الغايات والأهداف؟ هو يقول لك أنت لا تكون محل النيابة العامة في تجريم كل شيء، أنت محامي المفروض تبرئ كل شيء. بس أنا ماني هنا موجود كمحامي، أنا هنا موجود كرجل قانون بيشرح للعموم ثقافة عامة، تمام؟ أنا ما بترافع في قضية عشان أقول ينفع ولا ما ينفع، أنا هنا أتكلم عن ثقافة عامة حقوقية يجب أن تصل للمجتمع. مبدأ بسيط، شاهدت جريمة لم تبلغ عنها، أنت متستر ومشارك فيها، انتهت القصة لحد هنا. سحابية فضائية واقعية هنا وراء الاستوديو عندنا، مكان الجريمة ما يفرق، المبدأ هو الأساس. وتظل هذه قراءة ماجد قاروبي اللي هو مسؤول عنها مسؤولية تامة في الاتفاق والاختلاف. نعم، أنا الهدف من تمديد الحوار حولها، حول النقطة هذه اللي ذكرتها، للتوضيح فقط، يعني حتى ما يروح يعني حديثك الأول من غير ما نوضح الرؤية للناس، وحتى يعني ما يخلق يعني فكرة أو موضوع غير واضح. صحيح. نرجع لموضوعنا إذا سمحت لي. المسيء نفسه إيش العقوبات اللي تنتظره؟ اليوم شخص أساء لقبيلة، لمنطقة، بشكل عنصري، بشكل متعصب، ما العقوبات النظامية التي تنتظره؟ كثيرة، يعني إذا جينا قلنا أقل عقوبة موجودة في النظام السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500,000 إذا عمل أحد هذه الأفعال، منها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهاتف النقال المزودة بكاميرا أو ما في حكمه، التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. فأنا اليوم إذا جيت عملت أي إساءة فيها تشهير، وبعدين في الحتة دي حقيقة عندي نقطة كمان مهمة وسجلها اليوم على ماجد قاروب، إعطاء معلومة صحيحة ليست من حقك للعامة هو نوع من أنواع التشهير. كيف؟ خلينا نقول أنا مثلا ماجد قاروب صدر ضدي حكم في قضية عمالية أو تجارية، معلومة صحيحة، حكم قضائي صادر، هل يتضمن هذا الحكم التشهير بي؟ وصلتك أنت المعلومة، مين أعطاك الحق أنك تقول ماجد قاروب صدر عليه حكم من محكمة عمالية بريال أو بألف؟ فإذا التشهير يعني نقلك للمعلومة حتى لو ما حتى لو كانت صحيحة حتى وما عندك ضوء أخضر عليها تعاقب عليها. بالضبط، فمن هنا البداية خذ عاد لما تكون المعلومة غير صحيحة وفيها إساءة لشخصك، لأسرتك، لدينك، لمنطقتك، لناديك، لأنه موضوع الرياضة كمان هذا لازم ما ننساه في القصة أبدا، للاعبك المفضل. شوف التفاعل الدولي العالمي اللي دخلت فيه دول ومؤسسات وكيانات إلى الأمم المتحدة على تغريدة عنصرية للاعب في ريال مدريد، تقريبا أصبحت قضية رأي عام دولي عالمي. طغت أخبار اللاعب البرازيلي في ريال مدريد على أخبار الحرب في روسيا وأوكرانيا وفي كل كوارث العالم كلها. رؤساء دول تحدثوا، رؤساء منظمات رياضية تحدثوا، الأمين العام للأمم المتحدة تحدث، رؤساء أندية كبرى تحدثوا، رؤساء اتحادات رياضية تحدثوا، رموز رياضية من مختلف الألعاب وليس كرة القدم تحدثوا على تغريدة. طيب بنفتح موضوع هنا أيضا التشهير والعنصرية والتجاوز الأخلاقي على الجنس، العرق، الدين، الأخلاق، اللون، كل دي الأمور مجرمات، محرمات. طيب. شرعية قبل أن تكون قانونية. بنفتح موضوع التعصب الرياضي ومختلف أنواع التعصب وعقوباتها بعد الفاصل إذا تسمح لي. إن شاء الله. فاصل ومكملين معكم ومع الأستاذ ماجد قاروب. حيا
حياكم الله مجددا في أهلا. تحدث مع المحامي ماجد قاروب عن قراءة قانونية للإساءات للمناطق أو القبائل أو الأسر أو الأشخاص والتعصب بمختلف أنواعه. أرحب فيك مجددا معنا في أهلا. قلنا بعد الفاصل بنفتح موضوع التعصب الرياضي وبقية التعصبات بسرعة. في موضوع التعصب الرياضي اليوم وين الفعل اللي القانون يجرمه ويسميه تعصب؟ مثلا ليس نقد، ليس وجهة نظر، ليس رأي، وين المعيار انه هذا تعصب؟ تفرج على البرامج الرياضية حقتنا وحتلاقي انه 60-70% منها تحت هذا البند للأسف الشديد. الإعلام الرياضي بالمجمل للأسف الشديد، بالرغم من التطور الكبير اللي حصل في الرياضة خصوصا في الثلاثة أربع سنوات الماضية، وأصبح عندهم ما يكفي من المنتج الرياضي من كاس السوبر الإيطالي، الأسباني، البطولات العالمية للمصارعة، رالي دراكار، فورميلا، يعني عندك اللي يعبي لك برامجك ويخليك تضاعف الساعات الإنتاجية لا يزالوا على الكم البرنامج اللي ما عندهم غير الحكم الحكم الحكم، البلنتي البلنتي البلنتي، هبطنا هبطنا، فهمت؟ كل هذه الألفاظ حقيقة يعني هذه الألفاظ خروج عن القانون. يعني لما أحد ينتقد القانون ولا يعبر عن رأيه في موضوع الهبوط ولا غيره تعصب؟ الأسلوب الأسلوب، يعني أنت دحين سبت الدنيا كلها، سبت لعيبتك وسبت المدرب وسبت هذا وقعدت تقول هبطنا أو صعدنا، وفي ناس يقول لك أعطوهم البطولة، هذه ألفاظ ما هي تشجيع، ما هي رياضة، هذا تشكيك في النزاهة، وممكن اللي يقولها يعاقب عليها قانونا. مو يمكن، يجب أن يعاقب عليها قانون، ولكن للأسف الشديد لأنه زي ما تقول كلنا مرتكبين الجريمة فنسكت على بعض. طيب نقطة ثانية، اليوم إذا في صحفي رياضي إعلامي رياضي معين كتب خبر معين أنه هذا الخبر سيتحقق أو راح يكون، وبعد فترة يومين ثلاثة أربعة ما صار الخبر، سواء في لحظة كتابة الخبر أو عدم حدوثه بعدين، هذه عليها مخالفة قانونية ويعاقب عليها ولا لا؟ هو أو وسيلة لإعجازة إنشاء نشر الخبر على حسب أسلوب النشر. يعني أدي لك مثال بسيط. طيب قبل فترة كان القضية الشهيرة حقت أحد اللاعبين وراحت على مركز التحكيم الرياضي. أي. الأصل في اللجان والقرارات القضائية من اتحاد القدم من التحكيم أنه يبلغ الإعلام وترسل القرارات إلى أصحاب المصلحة. الجمهور الرياضي والمؤسسات والأندية المختلفة من حقها أن تعلم النتيجة. طيب والأندية أو الأطراف ذات العلاقة هي اللي تأخذ نسخة الحكم عشان تعرف إيش في فصله من كلام، لأنه الكلام ده يخصها هي. طيب لما تيجي تكتشف أنه الإعلام نشر الكلام تمام دون أن يصدر ابتداء من المركز التحكيم والأندية، إذا كان في تسريب، هنا تجيك تبتدي علامات الاستفهام، في تسريب في مكان ما، ترك هذه المسائل بدون تحقيق وعقاب واضح يؤكد ويرسخ الأفكار السلبية. وأحيانا أنت بتقاعسك ترسخ الأفكار وتؤجج التعصب. التعصب أحيانا أنا المغذي الأول له بسوء إدارتي وسوء دقتي، لأنه مثلا مين طلع الحكم، مين طلع القرار، مين سربه، ليش راح لدا النادي أول وما راح للنادي دا الثاني، خصوصا لما يكون الناديين ديربي في مدينة واحدة في قوة وعظمة الهلال والنصر، وتيجي في الآخر تتكلم أنه الأخبار طلعت من الأندية قبل ما تطلع من المركز. طيب هنا المفروض أنه يحقق في موضوع التسريب طبعاً، وأنه يعاقب الناس اللي كتبوا طبعاً. طيب صورة أخرى، واحد اليوم على حسابه في تويتر كتب أي خبر، خبر متوقع أنه يصير، تعاقد مع لاعب، إلغاء عقد لاعب، تعاقد مع مدرب، أي شيء معين، هذا الخبر يعاقب عليه ولا لا؟ حسب اللهجة، إن تحدث بلغة المطلع مصادرنا أكيد لكم العبارات، تعرف اللي الواحد كده يفخم فيها نفسه، إذن أنت هنا من فين جايب المعلومة؟ لأنه يعني حتى اللي هذه المعلومة أحيانا تضر،
صاحب المصلحة نفسه. فهمت علي كيف؟ يعني في تضرك في مفاوضاتك مع الناس، انه العالم قاعد تتكلم وانت قاعد جايب لي لجنة سرية وطيارة خاصة ومش عارف ايه ولا حد يشوف انا يعني مخالفة ويعاقب ولا مسموحة قانونا؟ لا لا، انا شخصيا اعتبرها تجاوز يعاقب عليه قولا واحدا. اي نعم. طيب بقية اشكال التعصب الاخرى غير التعصب الرياضي، كيف تتفاوت درجات العقوبة فيها؟ أنا جبت لك نص ثاني، يعاقب بالسجن 5 سنين، أنا أديتك أقل عقوبة أول اللي هي سنة و500 ألف. دحين داخل لك على اللي فوقها. يلا. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات ولا وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده. إذن هذه الأمور مجرمات، القيم الدينية، الآداب العامة، حرمة الحياة الخاصة، إذن هذه المسائل عليها عقاب إذا عملت عليها إنتاج. في اللغة الإعلامية المشاركة في برنامج هو حواري، هل هو أنا اليوم أعتبر جزء من إنتاج هذه الحلقة وإخراجها للجمهور، وبالتالي أنت مذيع وأنا متحدث ومعنا الكاميرامان وسويناها وأعدينا هذه المادة اللي خرجنا فيها للمجتمع والمشاهدين ولا لا؟ إذن هنا تفرق الوسيلة الإعلامية والأسلوب في الخروج بالمنتج الإعلامي للعامة، وهذا يصعد من العملية. لكن أنا الأهم حاجة عندي أيوة، أن الناس تعرف أن النظام العام ما من شأنه المساس بالنظام العام، القيم الدينية، الآداب العامة. فلما تيجي نتكلم على عنصرية، نيجي نتكلم على مناطقية، نيجي نتكلم على شمال وجنوب وشرق وغرب وبحر وكل الألفاظ هذه اللي احنا بنتستخدم أحيانا، هذه كلها مخالفات لا تجوز وفيها إخلال كبير بالقانون. جميل. أخيرا باختصار شديد جدا، قلت أنه أضيف مؤخرا موضوع التشهير، متى يشهر بالمسيء؟ هذه سلطة تقديرية للمحكمة اللي بتصدر قرارها، إذا ما وجدت أنه من المصلحة العامة التأديبية حماية المجتمع أنه هذا الرجل تمادى في تغريداته أو الشخص تمادى في تغريداته وتمادى في ألفاظه وخرج وشطح بزيادة والناس اعتقدت وتعتقد أنه بلا عقاب لأن العقاب خاص لا يشهر، فيكون أعطت الحق للمحكمة أن تعلن عن وجود هذه المخالفة على حسابه علشان الناس تطمئن وتشعر أن هناك في شيء ما يسمى سيادة القانون وحماية للمجتمع وأخلاقه وأدابه العامة، بأنه أي واحد يجي يخرج يقول يمين شمال ولا يطلع بشكل غير لائق أو كلام غير لائق. وانت شايف يعني اليومين دول العالم كله مصاب بنوع من اللوثة الثقافية، وبالتالي يعني أنا صرت أستخدم مصطلح أنه نعيش مرحلة الكبت الإلكتروني وليس الربط الإلكتروني. نعم. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولمجمل هذه الإضاءات القانونية. شكرا لك. شكرا للمحامي ماجد قاروب، مجموعة من الإضاءات القانونية المهمة، مجموعة من الآراء اللي كما قلنا يعني تحت مسؤوليته وتقبل الاختلاف كما تقبل الاتفاق، ومجموعة من الثقافة القانونية اللي نقدمها ما بين حين وآخر. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذتكم.